احنا وفرنا العام المالي الماضي 60 عربية، السنة دي احنا وفرنا دول كده احنا 32 عربية بال 13 بتوع النهاردة، وبنستهدف ان احنا نصل الى 120 عربية متنقلة بتقدم خدمات المحليات، بتقدم خدمات الأحوال المدنية، وبتقدم خدمات هيئة التنمية الصناعية زي تراخيص التشغيل الخاصة بالمصانع. الحقيقة هيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عصام بيبقى ليها يعني تطوير وخطة للتطوير، أهم حاجة فيها هي يعني تقديم الخدمة في أسرع وقت بأسهل طريقة للعملاء، وبطريقة ليها جودة، وبطريقة تمنع أي فيوليشن أو تمنع أي مشاكل في الأوراق والوثائق المقدمة. فكان دي بداية تعاون و يعني دعم من وزارة التخطيط بأحد العربيات، وإن شاء الله عدد في القريب قادم لنقل الخدمات من إن هي تقدم في المقرات كنموذج إن إحنا لا نتحرك إحنا للمواطن الصيدلي في المحافظات. هيئة التنمية الصناعية كانت من ضمن الهيئات اللي كان لها الصدارة في الميكنة، احنا فعلا بالفعل ميكنة الهيئة وعندنا 27 فرع ومكتب موجودين على مستوى الجمهورية، كل ده رابط مع الهيئة المركز الرئيسي بنظام الميكنة اللي عندنا اللي بيقدم الخدمات سواء اذا كانت رخص تشغيل السجل الصناعي، بنضيف دلوقتي خلال فترة قريبة اصدار برضو رخص البناء، وده كل ده بنوفره.